قبل ما أبدأ الكلام عن موضوع الفيديو ومع قرب عيد الفطر المبارك، فأحب أقول لكم كل عام وانتم بألف خير، وإن شاء الله يكون عيد كله سعادة عليكم. وبمناسبة إنه الوضع إجازة عيد فطر وما في دوام أو صحيان بدري، وخصوصا إذا إنك ناوي تستغل جزء من وقت الإجازة في اللعب وتجربة ما فاتك، فهذا الفيديو جمعت لكم ما يقارب ال 15 لعبة اللي أشوف إنها جدا مناسبة للتختيم في هذه الفترة. وللتوضيح، فالألعاب اللي راح أذكرها ألعاب قصة وتختيم ما تتجاوز 20 إلى 25 ساعة لعب لإنهاء القصة الرئيسية تقريبا، وجمعتها بشكل انها تكون العاب متنوعة من اكشن ومغامرات لخيال علمي ورعب واكثر، وما هي بافضلية لعبة عن اخرى. وراح احاول اني ابعد شوية عن العاب تريبل اي اللي جدا معروفة وواضحة مثل حصريات بلاي ستيشن، اكس بوكس ونينتندو، وكل الالعاب اللي بالفيديو موجودة على كل المنصات. واحدة من التجارب الجميلة جدا العام الماضي واللي ممكن تكون ما مرت على الكثير من اللاعبين بسبب انها من استوديو غير معروف وجديد التأسيس، هي لعبة The Forgotten City، اللعبة اللي من تطوير استوديو Modern Storytellers، واللي أسسه الشخص اللي كان مسؤول عن تطوير واحد من انجح المودات لسكايريم. وبسبب هذا النجاح قرر انه يسيب شغله ويفتح استوديو جديد وانه يقدم تجربة متكاملة. الشيء اللي فعلا قدر انه يقدمه من خلال لعبة The Forgotten City اللي تقدم تجربة قصصية عميقة ومتفرعة تكون محبوس فيها في حلقة زمنية من الموت والإعادة، لكن مع كل مرة ترجع فيها راح تكون مسلح بالمعرفة سواء عن الأشخاص أو المكان اللي أنت محبوس فيه. وطبعا بما أنها تعتمد بشكل كامل على القصة مع تواجد للقتال لكن بشكل بسيط، فإنك تفهم وتركز في الحوارات راح يكون شيء جدا ضروري عشان تقدر أنك تكتشف الأسرار الكثيرة وراء هذا المكان والشخصيات الغامضة اللي محبوس معاهم. وبالرغم من كونها تجربة قصيرة لحد ما، تحتاج من 6 إلى 8 ساعات للتختيم، إلا أنه تفرع القصة واختلاف النهايات يعطيها قابلية عالية جدا لإعادة اللعب. وكأول لعبة من الاستوديو تعتبر نجاح جدا كبير مع حصولها على تقييمات عالية بالإضافة لترشيحها وفوزها بالكثير من الجوائز. وبما انه الكلام عن الالعاب اللي تعتمد على القصه واختيارات اللاعب كاسلوب لعب، فصعب جدا اني ما اذكر ولو بشكل سريع العاب استوديو تيل تيل بشكل عام والعالم السحري لذا وولف امونج اس بشكل خاص، لانها تقدم شخصيات خياليه وسحريه وقصه جدا مثيره. فاذا فاتتك هذه التجربه انصحك جدا انك تعطيها فرصه، خصوصا مع الاعلان الرسمي انه في جزء جديد في الطريق. إذا بتبحث عن ألعاب تكون مناسبة لزحمة العيد وزيارة الأقارب، فبعيداً عن ألعاب القتال والألعاب الرياضية المعروفة، فأتوقع إنه ما في أي اختيار أفضل من ألعاب استوديو هيز لايت. فطبعاً لعبة العام 2021 It Takes Two تعتبر خيار أكثر من ممتاز، مع طريقة لعب إبداعية ومتنوعة من البداية وحتى النهاية. لكن أيضاً ألعاب الاستوديو السابقة فأشوف إنها لا تفوت، فمثلاً A Way Out تعطيك تجربة تعاونية بقصة وأكشن وحماس جداً ممتعة ومثيرة، ومات اللعب إلا بلعبين وهدفكم إنكم تهربوا من السجن. وحتى لعبة Brothers A Tale of Two Sons أول لعبة أخرجها جوزيف فارس مخرج It Takes Two A Way Out فأيضا تعتبر ممتعة وتجربة لطيفة وخيار مناسب إذا تبغى لعبة لأكثر من لاعب. أما إذا لعبت كل ألعاب الاستوديو المبدع هيز لايت وتبغى شيء مشابه لهذا النوع، فممكن جدا أنه يكون الجزء الثاني من Unravel هي التجربة اللي بتبحث عنها، لأنها أيضا تقدم تجربة مغامرات وبلاتفورمر قابلة للعب من قبل لاعبين وتعتبر اختيار جدا مناسب. لمحبين الخيال العلمي والترحال في الفضاء بين مجرات وكواكب، فعندي لكم أكثر من تجربة متنوعة ممكن تناسبكم، مثل لعبة RPG من منظور الشخص الأول The Outer Worlds اللي قصتها في مستقبل بعيد، وصلوا فيه البشر لأعماق الفضاء، وراح تضطر إنك تتدخل بين صراعات بين مختلف الجماعات، وتتخذ الكثير من القرارات المصيرية لسكان المستعمرات، وطريقة اللعب بشكل عام، ففيها تشابه من Fallout، بما إنها من بعض المطورين لFallout New Vegas، لكن مع كونها تجربة مصقولة بصراحة وفيها توجه فني مميز. وايضا من العاب منظور الشخص الاول اللي احداثها في الفضاء وان كانت لعبه شوتر بدون عناصر الار بي جي، فالجزء الثاني من تايتن فول يقدم طور قصه لا يفوت، وشخصيا احس انها ما اخذت حقها وممكن فاتت على الكثير، بالرغم من ان القصه تقدم تجربه جدا ممتعه وابداعيه مع تحكم اكثر من ممتاز بالشخصيه والاسلحه وتواجد الكثير من اللحظات الرائعه مع العملاق الخاص فيه. وابدا لا يغرك انه صار لها كم سنه من وقت الاصدار، لانه حتى هذا اليوم طور القصه لتايتن فول 2 يعتبر من امتع تجارب الشوتر وفيها مراحل قمه في الابداع. اما اذا تبغى شيء قريب من هذا الكلام من ناحيه الفضاء والخيال العلمي لكن من منظور الشخص الثالث، فاللعبه اللي فاجاتني وفاجات الكثير العام الماضي Guardians of the Galaxy ممكن تكون اختيار مناسب، لانه بالرغم من انها تعتبر لعبه تريبل اي الا انه بسبب السمعه السيئه لافنجرز فالكثير قرر انه يتجاهلها. لكن شخصيا انصح اي احد يحب العاب القصه والتختيم انه يعطيها فرصه، لانها فعلا تقدم قصه وشخصيات مثيرين باحداث مفاجئه وفكاهيه واسلوب لعب ممتع وان كان يحتاج شويه عمق اكثر، خصوصا اذا عندك PC او اكس
بوكس، لأنها حاليا من ألعاب الجيم باس، يعني تقدر أنك تجربها بدون ما تدفع أي مبلغ إضافي. حاب اني اذكر لعبة ايضا احس انه الكثير من اللاعبين ما اعطوها فرصة، واللي بالاضافة لعناصر الخيال العلمي والفضاء فايضا فيها شوية رعب، والكلام عن لعبة استوديو اركين براي اللي صدرت في 2017، وبصراحة قدمت تجربة مميزة ومختلفة وقصة فيها الكثير من الاسرار الغامضة، واعداء عبارة عن مخلوقات فضائية عندهم القدرة على اتخاذ اي شكل لاي جماد، هذا بالاضافة طبعا لميكانيكيات لعب ممتعة. أما إذا شوية رعب ما هي كافية لك وتبغى رعب وتوتر وتجربة تخليك على أطراف أصابعك من البداية للنهاية، فبعيدا عن الألعاب المعروفة مثل Resident Evil أو The Evil Within، فقليل من الألعاب فعلا تحسسك برعب مستمر مثل Alien Isolation، التجربة اللي تحبسك في محطة فضائية مع المخلوق الفضائي المرعب الإكزينومورف، واللي مثل قصته في الأفلام فقتاله بشكل مباشر يعتبر انتحار، وراح تضطر أنك تهرب وتحل الغاز وتقاتل روبوتات خارج عن السيطرة بهدف النجاة، فبالتالي طوال الوقت وانت على أعصابك خايف من ظهور المخلوق الفضائي القاتل. ايضا واحدة من التجارب الاخرى اللي فيها لحظات كثيرة حسستني برعب وتوتر فهي اللعبة الثنائية الابعاد Little Nightmares، واللي بالرغم من كونها تجربة بلاتفورمر الا انها بكل فن ومتعة تعرف كيف توتر اللاعب وتحسسك برعب نادر في هذا النوع من الالعاب، وهذا الكلام ينطبق على الجزئين سواء الاول او الثاني. ومع الكلام عن الألعاب ثنائية الأبعاد فحاب أني أيضا أمر على ألعاب المترويدفينيا، فشخصيا واحدة من الألعاب اللي قاعد تسمع عنها لفترة طويلة ولما جربتها فعلا فهمت واقتنعت ليش كل هذا الكلام الإيجابي، فهي لعبة هولو نايت اللي صارت من أجمل وأمتع الألعاب اللي لعبتها، وصرت فعلا منتظر الجزء الثاني على نار، وللحد الآن مو واضح متى موعد الإصدار، والسبب بكل بساطة لأنها لعبة متعة في متعة من الرسومات الفنية والقتال المرضي والصعب والعالم الجميل والموسيقى الأسطورية. أما إذا لعبت هذه التجربة وتبغى شيء مثلها فأشوف أنه إندر ليليز تقدم أيضا شيء مثير مع أفكار مميزة في طريقة اللعب وكيفية استخدام الأرواح في القتال. أتمنى أني أكون جمعت قائمة متنوعة وممتعة لكم وتكونوا على الأقل لقيتوا كم لعبة لإجازة العيد، لكن أكيد في ألعاب أخرى ممتازة للعب في هذه الفترة ما ذكرتها في الفيديو، ممكن للنسيان أو ممكن لأني ما أعرفها، فياريت أنكم تشاركونا في التعليقات رأيكم وتعطونا أفضل الاقتراحات لألعاب إجازة العيد، بحيث أن التعليقات تكون مرجع لأي أحد بيبحث عن ألعاب أوقات الإجازات. وكل عام وانتم بخير، وكالعادة شكرا على المشاهدة.